أجرت الزميلة ليندا عبد اللطيف موفدة التلفزيون المصري لقاء مع السيدة إيفا بازيا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديمقراطية. نتابع مع حضراتكم هذا اللقاء ونعود. ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بيسعدنا ان ينضم الينا نائب رئيس الوزراء وزير البيئه والتنميه المستدامه بجمهوريه كونغو الديمقراطيه ايف بازايبا. يور اكسلنسي، سعداء جدا بوجود سيادتكم هنا في هذا المنتدى ومشاركتكم في الجلسه الخاصه بالامن المائي. هل يمكن ان تخبرينا بالمزيد عن ذلك؟ شكرا جزيلا لك. اليوم كان يوما عظيما بالنسبة لي لأنني كنائبة رئيس وزراء ومسؤولة عن البيئة والتنمية المستدامة، فإن استخدام المياه أمر هام جدا بالنسبة لي، ويمكنني أن أقول أن الموارد المائية لا يمكن أن تكون سببا للصراعات، ولكنها يجب أن تكون مصدرا للسلام، ولا يمكن أن يكون لديك نهرا عابرا لوطنك أنت فقط. لابد من وجود شعوب و جنسيات مختلفة، ويجب أن تدار تلك الموارد المائية بالشكل الصحيح، وأن نتحمل مسؤولية المستقبل لأطفالنا وأحفادنا. أما إذا ما تحدثت عن الكونغو فإن لدينا الكثير والكثير من الموارد والقدرات المائية. في أفريقيا هناك 10% من مياه العالم، لذلك فإن غاباتنا ومواردنا المائية يمكن أن تساعد البشرية في تقديم حلول للتغير المناخي ومكافحة الفقر و الجوع ودعم الشعوب أيضا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والخاصة ب 2063. إذن كوزيرة للبيئة، هل يمكن أن تحدثينا عن التعاون القائم بين مصر والكونغو الديمقراطية بين وزارتي البيئة في البلدين؟ بالطبع رائع جدا أن يكون لدينا مشروع مشترك حول الموارد المائية والري، والذي بدأ منذ 10 سنوات. بالنسبة للموارد المائية، افتتحنا مع الدكتور محمد عبد العاطي مركز للموارد المائية، وهو مشروع يهدف لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وأفضل الطرق لاستخدام المياه في الزراعة. فيما يتعلق بمؤتمر كوب 27 والذي تستضيف مصر، ماذا عن الأجندة الخاصة بوزارة البيئة الكونغولية فيما يتعلق بهذا الأمر هو تغير المناخ؟ في البداية أود أن أهنئ مصر على تنظيمها لقمة كوب 27 القادمة، وكما قلت في منذ أن كنا في غلاسكو فإننا يجب أن نبدأ في الإعداد لهذه القمة القادمة وبالتعاون مع مصر و المملكة المتحدة وإيطاليا. قلنا ذلك لأننا أردنا أن تأتي الناس إلى القمة ليشاهدوا حقيقة الغابات والقدرات المائية. لهذا فإننا نرى أن الكونغو الديمقراطية لديها حلول للتغير المناخي، ولدينا غابات وموارد مائية وموارد معدنية أيضا واستراتيجية مثل الليثيوم والكوبالت وغيرها. شكرا جزيلا، وأتمنى أن يراني الشعب المصري وأكون استطعت أن أعبر عن نفسي بشكل جيد. شكرا للزميلة ليندا عبد اللطيف.